شايفين ان في اعاده تدوير لبعض القطع الخرده اصلا. احنا شركه مافريكس شغلها كله معتمد على ريسايكل اعاده تدوير. في كذا بند في فكره اعاده تدوير، هو المضمون بتاعهم الاساس ان احنا اي حاجه قديمه ممكن تستغنى عنها او خلاص ما عنديش عايز تحتفظ بيها، احنا بنحاول نحول الحاجه دي لحاجه فنيه بطريقه لائقه، تبقى مبسوط انها موجوده على مكتبك، في شركتك، في اوضتك. بس الخامات المستخدمه بتبقى عباره عن ايه؟ كل حاجه، بس الاغلبيه احنا بنشتغل في الماتيريال، في الستيل وفي الخشب وازاز، بعض ازاز والاضاءه دخل معاها شغل اضاءه. بس لو احنا عايزين نعرف مثلا ايه دي عباره عن ايه مكوناتها، المكونات ده مقص بعربيه وترس بعفلام ومجموعه تروس بتاعت وحده تروس بتاعت عربيه بس، ودوايه ولمبه تنجستين. والديات اللي بعديها ده شكمان عربيه. شكمان وقعده بتاعته ديسك بتاع عربيه. ده بابور بقى، ده بند برضو من بنود اعاده التدوير، اللي هو اللي الحاجات اللي كنا بنستخدمها زمان وبنحييها نقدر نستخدمها تاني، زي البابور، زي المفرمه، زي لمبه قطعيه. احنا شايفين هنا في انسان آلي، روبوت. ده مجموعه معادن، مجموعه قطع غير صغيره، فده شغل، ده عمل فني، ده مش وحده اضاءه خالص، بعيد عن. خد وقت قد ايه تقريبا؟ ده حوالي شهر ونص. الاسعار بقى، متوسط الاسعار بتبقى اسعار، هو احنا تقريبا مش بعيد عن السوق. بالعكس، احنا فكره جديده وفي نفس الوقت ملفته، وحابب انك تحطها في البيت وانت مبسوط، غير انك ممكن تجيب حاجه مودرن تحطها في البيت شكلها حلو وجميل. وبرضه سعرها هو تقريبا نفس السعر، احنا مش بعيد يعني. احنا من 450 اقصى حاجه 3000 جنيه. بتختلف على حسب ايه، الحجم ولا على حسب عدد القطع؟ على حسب الحجم والخامات اللي موجوده طبعا، عشان الحجم، وحدات الاضاءه اللي راكبه فيها او من غير وحدات اضاءه، اذا كان عمل فني، عدد ساعات العمل فيها قد ايه، الديزاين بتاعها. لما انتوا بتبتدوا دلوقتي، انت قول لي دلوقتي، انت مثلا جيت تعمل ديت عملتها ازاي، فكرت فيها ازاي؟ الموضوع مش فكرت في دي ازاي، هو اعاده التدوير كل قطعه ليها لمسه جماليه، فاحنا ازاي نوظف القطعه دي في فكره. عشان اوصلها لكده، هو كل حاجه بتمر على كذا مرحله، خامات بندور عليها عشان نجيبها، وبعد ما بنجيبها بتخش في مواد كيميائيه عشان نشيل عليها اي شوائب صدى، وبعد كده تخش على مكان تشيل الصدى خالص من عليها، وبعد كده نبدا نفكر في الديزاين اللي هنشتغل عليه، وبعد كده نبدا ننفذه، ووارد كمان نغيره بعد كده لغايه ما يوصل للمستوى النهائي، وبعد كده بياخد فينش بتاعه.